أسعد الله مساءكم مشاهدينا متابعي يمن شباب في كل مكان في ربوع اليمن وخارجه. يوم جديد وحلقة جديدة من هلا شباب، فأهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى معلومات جديدة وجوائز كثيرة وفائدة مشتركة لنا ولجميع المشتركين. بالطبع مشاهدينا تعرفون كيفية الاشتراك بالبرنامج، وهي عن طريق إرسال حرف ها أو إت إلى الأرقام التي تظهر لكم طوال اليوم على شاشة يمن شباب. إذن أعزائي المشاهدين خلال الفاصل القادم حتلاحظوا طريقة الاشتراك عشان التأكيد اليومي، وبانتظار مشاركاتكم. فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حلقة هذا اليوم. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نبدأ بإذن الله حلقتنا لهذا اليوم، ونبدأ مع أول المتصلين عبد الواسع نعمان من تعز. مساء الخير عبد الواسع. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساك أخي عبد الواسع. ومساكم بألف خير إن شاء الله. وأنت بألف خير وشهر كريم وخواتم مباركة، خلينا نبدأ من اليوم. علينا وعليك إن شاء الله. عبد الواسع من وين تتصل علينا؟ والله أتصل من تعز. أهلا وسهلا بك وبكل جمهورنا بتعز وكل حبايبنا في كل اليمن الحبيب. عبد الواسع مستعد للمسابقة؟ أيوه ايوه معك، مستعد ان شاء الله. يلا جيبوا لنا السؤال الاول يا شباب، والسؤال يا عبد الواسع في التاريخ الاسلامي يقول. السؤال يا عبد الواسع، جيبوا لنا السؤال يا شباب. ما ادري عبد الواسع السؤال ما يرضى يجي، يمكن خاف منك. لا بس الجميل انه صوته واضح، يعني انا أيوة بسمع المكالمه زي كذا تكون واضح يكون افضل. السؤال يقول يا عبد الواسع، هيطلع معك على الشاشة لأنه ما طلع معنا. المعركة التي أوقفت تمدد المغول في الدولة الإسلامية، هل هي عين جالوت ولا بلاط الشهداء ولا حطين؟ عبد الواسع. أيوة معك. أيوة. المعركة التي أوقفت تمدد المغول في الدولة الإسلامية، هل هي عين جالوت ولا بلاط الشهداء ولا حطين؟ سهلة سهلة مشهورة. المغول التتار في معركة وقفتهم، قادها شخصية معروفة. يلا عبد الواسع السؤال الأول سهل، كيف بتعمل بالثاني والثالث؟ الثاني بلاط الشهداء. عين جالوت ولا بلاط الشهداء ولا حطين؟ حطين الثالث مع مساعدة لو سمحت. المعركة التي أوقفت تمدد المغول، عبد الواسع ركز معي، لا ركز معي. معركة أوقفت تمدد المغول اللي هم التتار في الدولة. معركة عين جالوت أخي. أنت الآن مشيت على الثلاث الخيارات، أي واحد خيارك الأخير نثبت عليه؟ معركة عين جالوت ثبت إن شاء الله. ثبتوا على عين جالوت يا شباب. وعين جالوت يا عبد الواسع للأسف إجابة صحيحة. صحيحة. إجابة صحيحة، ومعك أول 10,000 في هذه الحلقة، رغم أنك تعبتنا معك يا عبد الواسع في أول سؤال، لكن إن شاء الله في السؤال الثاني أيوة تكون أكثر انتباه وأيضا تكون مركز أكثر. طيب السؤال الثاني ان شاء الله. ان شاء الله شوف كنت بطيح معانا من اول سؤال، فانتبه الان. السؤال الثاني يا عبد الواسع يقول: نهر دجلة من اين ياتي او من اين ينبع؟ هل من اذربيجان ولا من تركيا ولا من ايران؟ نهر دجلة اللي يمر على العراق. من أين ينبع نهر دجلة يا عبد الواسع؟ لا برضو بتتأخر كثير، يعني لو كنت عارف الإجابة واثق منها كل أجابة. تركيا من تركيا. إذا تركيا متأكد منها نثبت عليها. نثبت إن شاء الله على تركيا وعلى الله. إن شاء الله يا عبد الواسع، لكن الإجابة للأسف هي صحيحة. تركيا. إجابة صحيحة عبد الواسع، 25,000 ريال في الجيب إن شاء الله بالبركة. أما السؤال الثالث اشتيله حماس واستعداد وتركيز. إن شاء الله السؤال الثالث بس سهل إن شاء الله يكون سهل. يا الله تمام، السؤال الثالث اشتيله واحد يقرأ روايات وأدب عالمي وكذا.
يلا ان شاء الله ربنا يوفقك. السؤال يقول: كاتبة إنجليزية عرفت بلقب ملكة الجريمة، تربعت على عرش الأدب البوليسي في القرن العشرين. كاتبة إنجليزية عرفت بلقب ملكة الجريمة وتربعت على عرش الأدب البوليسي في القرن العشرين، ما اسم هذه الكاتبة؟ هل هي تشارلز ديكنز أم أجارثا كريستي أم آرثر كونان؟ لو ركز في الأسماء تجيبها، فهم السؤال نصف الإجابة. هي طبعاً تشارلز ديكنز، أجارثا كريستي أو آرثر كونان. تنطق أجارثا. لديها عدة روايات قصيرة تتحدث فيها عن الجريمة وفيها فصول وسيناريوهات هذه الرواية، يعني تقريباً. مساعدتك والسؤال هذا مساعدتك، أنا مشترك معكم بداية رمضان ما طلعت شنو اليوم. ما السؤال الأول كان عبارة عن مساعدة يا عبد الواسع. يا عبد الواسع أنت اقرأ السؤال وطابق الأسماء حتى مطابقة كذا بيجي معك. صحيح هو مكتوب كاتبة. خلاص كاتبة ولا صفية؟ كاتبة. يلا عبد الواسع جبنا لك الجواب يا شيخ. الكمبيوتر حيسحب السؤال بعدين. رقم 2. رقم 2 اللي هي أغاثا كريستي. رقم 2 ثبت عليها. مع المساعدة. ثبت عليها وتحمل ان شاء الله مع المساعدة. تحمل انت المسؤولية كاملة. ثبت بالبركة بالبركة. ثبتوا يا شباب. يا اخي الحظ مع عجيب. الحظ معك عجيب يا عبد الواسع. فعلا إجابة صحيحة. ربحت 45,000 ريال. هي أغاثا كريستي، روايتها مشهورة تتحدث عن الجريمة وكثير من فصولها، والتشجيع موجود برضو من عندك. ألف مبروك. حلو عبد الواسع، ألف مبروك عليك الجائزة وألف مبروك الحماس اللي عندك وتستاهلوا. بارك لنا الحلوين اللي عندك، أولادك هم ولا مين؟ طيب ألف مبروك عبد الواسع يبدو أنه الكنترول يأخذوا بياناته وتواصلوا مع. ألف مبروك وبداية حلوة كذا الحلقة وحماس. ونأخذ الاتصال الثاني. الاتصال الثاني من رنا. رنا منصور من صنعاء، أهلا وسهلا يا رنا. أهلا وسهلا فيك. شوفي الاتصال الأول كان صوته واضح جدا وسمعنا كويس وسمعنا كويس وربح 45,000 ريال. لو ترفعي صوتك وكمان صوتك يكون واضح فاحتمال تكوني زيي وتربحي 45,000 ريال. أيوة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يا رنا ركزي معايا، هو يتعلق السؤال بالتاريخ المعاصر. السؤال يقول، وهو أول سؤال لك في المسابقة الآن: قبل استقلال الولايات المتحدة الأمريكية كانت ولاياتها عبارة عن مستعمرات، هل بريطانية ولا روسية ولا رومانية؟ الولايات المتحدة كانت مستعمرات تبع أحدى هذه الدول، هل هي بريطانيا ولا روسيا ولا رومانيا؟ بعدين قادوا حملة من النضال الشعب الأمريكي وتخلص من الاستعمار. أي هو الاستعمار؟ كانت في عام 1775، معروف هذا التاريخ. بريطانيا. طيب نثبت على بريطانيا في أول إجابة إن شاء الله. الإجابة ثبت يا كنترول الإجابة. نعم على فكرة هشام، هي بريطانيا ولا بريطانيا؟ روسيا ولا روسيا؟ رومانيا. بريطانيا. ألف مبروك يا رنا. ألف مبروك رنا، معك الجائزة الأولى. ألف مبروك عليك 10,000 ريال، وهي بريطانيا. بس حابنا طبعوها بريطانيا بالهاء وروسيا ورومانيا، رغم أنهم كانوا مواطنين كثير من أصول بريطانية. ها بريطانية قصدهم. أيوة هم بريطانية. كانوا أصول كثيرة منهم بريطانيا قبل أن بعد أن كانوا إسبانيا، يعني كان في إسبان كثير. في الأخير كان مجد المملكة التي لا تغيب عنها الشمس المملكة المتحدة بريطانيا آنذاك. عموما رنا انت فرحانه بالجائزه الاولى ولا اصلا ضعتي ولا عادك موجوده معانا؟ الجائزه الاولى معاك الحمد لله. لا موجوده. طيب انا الحمد لله ان شاء الله انتهيت الاخير. تمام ان شاء الله. طيب استعدي للسؤال الثاني يا رنا في التاريخ الثوره اليمنيه. ايوه. السؤال يقول يا رنا: احد قاده الضباط الاحرار في ثوره سبتمبر قاد حمله عسكريه الى حريب في محافظه مارب لمواجهه حشود الملكيين بقياده الحسن بن يحيى حميد الدين، واستشهد في تلك المعركة، من هو هذا الثائر من ثوار 26 سبتمبر؟ هل هو علي عبد المغني ولا محمد قائد سيف ولا حسن العمري؟
كان يطلق عليه مفجر الثورة، مفجر ثورة 62. شارك في تأسيس تنظيم الضباط الأحرار اللي قادوا الثورة بعدين في 62، ثورة الجمهورية على الملكية على نظام بيت حميد الدين والأئمة. رنا مشهور اسم الثائر هذا، اسمه مشهور، كنا نهتف به في الساحات أيام الثورة. علي عبد المغني إن شاء الله. علي عبد المغني إن شاء الله، نثبت عليها. ثبتوا على علي ان شاء الله موفقه يا رنا في هذا في هذه الاجابه. هو فعلا الاجابه رقم واحد صحيحه، هو علي عبد المغني. طبعا هذا الرجل معروف تاريخه، هو كان يطلق عليه حتى الان هو مفجر ثوره 62 مع كثير من الضباط الاحرار، استشهد في 62 في نفس العام التي قامت فيها الثوره، وهو نفس يعني كان اول شهداء الضباط الاحرار. طيب يا رنا انت ربحتي 25000 ريال الان. اكثر الاسئله تتعلق اليوم بالتاريخ شكلها. هذه المره تاريخ اسلامي يا رنا. ان شاء الله تكون خاتمه خير وتربحي ال 45000 ريال. مستعده؟ ان شاء الله. طيب السؤال يقول: معركه بين المسلمين والفرس في 13 هجريه هزم فيها المسلمون نتيجة أخطاء عسكرية للقائد الذي استشهد في المعركة، تولى القيادة بعد المثنى بن حارثة وانسحب بمن بقي من الجيش الإسلامي. من هذا؟ من ما هي هذه المعركة؟ هل هي معركة الجسر ولا معركة نهاوند ولا معركة ذات السلاسل؟ يعني خطأ عسكري تسبب في هزيمة الجيش الإسلامي. كان قائد هذه المعركة المثنى بن الحارثة، ايش اسمها المعركة؟ هل هي معركة الجسر ولا نهاوند ولا ذات السلاسل؟ التصحيح هشام المثنى بن الحارثة اخذ القيادة بعد ما استشهد القائد الاول، اخذ القيادة في الانسحاب يعني. اها يلا يا رنا. السؤال الثالث، الوقت بيعد يا رنا، لو تختاري الان الاجابة قبل ما الكمبيوتر يسحبها، فلو تعجلي شوية. ما في مساعدة؟ طيب أنت حاولي شوية يعني على الأقل استنتاجات أو كذا. السؤال الثالث ما فيش فيه مساعدة عادة يا رنا، فيا أما تكون بالحظ ولا يكون في حد يعني يساعدك في الاستشارة. نهاوند. نهاوند إن شاء الله. إذا أكيد نثبت على نهاوند. طيب نثبت على نهاوند. رنا اختارت رقم 2 وهي معركة نهاوند. الإجابة يا رنا فعلا خاطئة، لم تكن معركة نهاوند، كانت معركة الجسر وهي معركة هزم فيها المسلمون. نعم رنا، حظ أوفر لك ولكل المشتركين الذين يحالفهم معنا يعني الحظ اليوم، ولكن لا زال في الحلقة متسع، ولا زلنا في انتظار المزيد من الاتصالات وفي انتظار المزيد من المعلومات والمشاركات والفائده. هشام لفت نظري في السؤال الاخير انه ايضا الجيش الاسلامي كان جيش بطبيعه الحال كان في تجهيز عسكري، في قاده، في جنود، في قواعد معركه، في قواعد حرب، يعني انه مش جيش مهيئ ومنزل من السماء يفوز ويخسر ويعني خاضع لسنن الكون الطبيعيه. اكيد في هناك قياده عسكريه للجيش، في هناك جيش، في خطط عسكريه تخاض في سبيلها في المعارك، فهو بطبيعه الحال هو بشر صح، يخضع للاخطاء كما يخضع. اكيد الله سبحانه وتعالى اخضع كل هذه المعارك والاحداث الى السنن الكونيه اللي تمشي على المسلم والكافر. اكيد. ومعنا اتصال جديد هشام، معنا عبير عبده من تعز. مساء الخير عبير. مساء النور. عبير كيف كان شهر رمضان الكريم معك وكيف كان الصيام اليوم؟ والله الحمد لله تمام. الحمد لله، صلحتم شفوت اليوم على العشاء ولا لا؟ اكيد. طيب الحمد لله. الجو من الان يا اسامه عاد انا خلصت. بالهنا يا عبير. طيب مستعده للسؤال؟ ان شاء الله. طيب يلا جيب لنا السؤال لعبير. وسؤال عبير الاول يقول: مدينه ثلا او ثلا تنطق، ومدينه ثلا يقول مدينه ثلا نطقها الصحيح، واحده من المدن الاثريه في اليمن، مرشحه لدخول في قائمه التراث العالمي لليونسكو، وتقع ضمن محافظة صنعاء ولا المحويت ولا عمران. المؤسف ان هذه مدينة ثلا تعرضت للتشويه من قبل المنسقات وكذا، فهي مهددة تقريبا من الخروج من القائمة للأسف، وهذا الأسف.
ها يا عبير محافظة عمهم ها سلا تتبع عمران محافظتنا ايوه عمران ولا المحوي ولا صنعاء اها تحبي نثبت على عمران يوجد فيها بيت الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي رحمه الله عليه فهو من هناك طيب ثبتوا على عمران وإجابة موفقة وبداية صحيحة يا رنا ألف مبروك وعشرة ألف ريال الآن صارت معك يا رنا يا عبير عشرة ألف معك الآن فألف مبروك إن شاء الله والآن السؤال الثاني خليك مركزة وسريعة كمان فالسؤال هذا يتعلق بالمعلومات العامة ها عبير مستعدة إن شاء الله مستعدة إن شاء الله يا عبير السؤال الثاني يقول قصر الإليزيه هو مقر الرئاسة في الفرنسية ولا البريطانية ولا الإيطالية؟ قصر الإليزيه قصر الإليزيه أعيد السؤال لو سمحت قصر الإليزيه هو مقر الرئاسة الفرنسية ولا البريطانية ولا الإيطالية؟ يعني هو مشهور زي القصر الجمهوري كذا عندنا في اليمن يوجد في القصر في قصر الإليزيه مكتب الرئيس وايضا يجتمع فيه رئاسة الوزراء اين هذا المكان حتى من طريقة نطقها بتعرفيها من فين الكلمة لو ركزتي على الكلمة قصر الإليزيه الكلمة هي ايش فيكون مقر الرئاسة فرنسي ولا ايطالي ولا بريطاني الكلمة ايش هي فرنسي ممكن اذا تبي تثبت ابتسامة فرنسي طيب اذا فرنسي نثبت عليها يعني انت ممكن تعرفيها من خلال الكلمه نطقها هل يدلل على لغه معينه من هذه اللغات اذا متاكده نثبت عليها يلا يا عبير عشان الوقت نثبت عليها والاجابه ليش يا عبير استعجلتي وجبتي اجابه صحيحه خلاص صحيحه 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 كانت غيرت السؤال كانت غيرت السؤال المبروك صحيح ألف مبروك يا عبير 25 ألف ريال صارت الآن معك عبير الآن السؤال الثالث جربي مع أسامة شوفي طيب يا عبير الإليزي قريب منه الشانزليزي وهي كلمات فرنسية ومعروفة أنه فيها قصر الرئاسة الفرنسية واجتماع رئاسة الوزراء حتى لو طابقت الكلمة طلع معك فرنسي ما فيش كلمة إنجليزية أعتقد يعني حول هذا المصطلح إذا لم تخني الذاكرة عموما عبير الآن 25 ألف ريال معك إن شاء الله وبالبركة باقي معك المرحلة الأخيرة و20 ألف ريال فوق الأولى مستعدة لها السؤال جاهز إن شاء الله يلا يا عبير ها يضم الاتحاد الأوروبي 28 دولة ولا 22 دولة ولا 25 دولة كم عدد دول الاتحاد الأوروبي 28 دولة ولا 22 دولة ولا 25 دولة 22 طيب إذا متأكدين ثبت يا عبير أتوافقتي بالسؤال الأول والثاني هذا الآن السؤال الثالث إذا متأكدين ثبت عليها وإذا مش متأكدة غيري مش إذا مش متأكدة من الإجابة بإمكانك تغيري لسه قبل ما يثبت طيب 28 كم؟ كم؟ أيوة 28 أيوة 28 ولا 25 ولا 22 28 28 تحبي نثبت على 28 وانت وحظك ان شاء الله ان شاء الله ثبتوا لنا على 28 طيب. دوله عدد دول الاتحاد الاوروبي كان نفسنا والله يا عبير تاخذ الجائزه كامله ومبروك عليك اخذتيها فعلا طيب عديهم لنا يا عبير ايش هم ال 28 دوله مبروك يا عبير 45 الف ريال وايضا مشاركتك معنا في البرنامج طبعا يا اسامه احنا حبينا بس نذكر كما تكلمنا امس في نهايه الحلقه انه حطينا سؤال على الفيسبوك قيمته الماليه او جائزته الماليه 30000 ريال لن نعلن باسم الفائز الا في نهايه الحلقه ان شاء الله اذا على بال ما تجهز فائز في صفحه الفيسبوك صفحه القناه على الفيسبوك وعلى بال ما نجهز اتصالات اخرى وناخذ استراحه قصيره احنا واعزائنا المشاهدين عزيزي المشاهد استراحه قصيره وفاصل قصير انتظرنا We'll be right back.
من جديد أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم في القسم الأخير من حلقة اليوم لهلا شباب أربعة في شكله الجديد، ومزيد من المتصلين ومزيد من الفائزين والجوائز. تقريبا هذا كان آخر فاصل لنا في حلقة اليوم. بعد هذا الفاصل كما وعدناكم هناك متصلين ومشاركين معنا للفوز بالجوائز المالية وأيضا الإجابة على الأسئلة والمعلومات العامة. نبدأ معنا بأول اتصال سند درهم. أهلا وسهلا فيك يا سند. حياك الله أخواتي مباركة. علينا وعليك يا رب، كيف رمضان معك؟ كيف عدى؟ إحنا الآن في نهايته. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. طيب يا سند، مستعد معايا ندخل بأول سؤال؟ معلوماتك جاهزة؟ نعم. أنت جاهز مركز؟ الحمد لله. أنا. الحمد لله. طيب السؤال الأول يا سند يقول، إن شاء الله تكون فاتحة خير عليك في الجوائز الآن. من الأقوال المأثورة صنائع المعروف تقي مخاطر المرض ولا مصارع السوء ولا مهالك الجوع؟ قول مأثور معروف صنائع المعروف تقي. يلا هل مخاطر المرض؟ كيف؟ شوف ركز معايا. في قول مأثور يقول صنائع المعروف، صنائع المعروف تقي مخاطر المرض ولا مصارع السوء ولا مهالك الجوع؟ مصارع السوء. مصارع السوء. نثبت على مصارع السوء إن شاء الله. إجابة صحيحة وتتوفق معنا إن شاء الله يا سند. متأكد صحيحة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. نثبت ما تقي مصارع السوء. خوفتني. الله يسعدك. ألف مبروك عليك، وفعلا قول مأثور. ما نعرف هو هل هو قول لأحد الصالحين وليس حديث أعتقد. لا هو قول مأثور، يعني أنت صناع المعروف. أي نعم، تعتبر قول مأثور يعني تأثر عليه. صناع المعروف تقي مصارع السوء، يعني أنت لما تعمل معروف مع الناس وتقدم لنفسك، هذا سبحانه وتعالى فيه يقيك من 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 أشياء سيئة قد تصرع فيها. يعني عموما ألف مبروك عليك الجائزة الأولى. مستعد للسؤال الثاني ولا لا؟ ولا ننتظر لك شوية؟ تفضل تفضل إن شاء الله. طيب إن شاء الله إن شاء الله. طيب انت كنت تتابع ثورتنا فن والاناشيد الثوريه اللي كنا نطلعها في يمن شباب؟ صور انا عندي حتى الكهرباء طافلها حوالي اكثر من 3 شهور ما تابعش حاجه يعني. طيب في من ايام الثوره في في انشوده من ايام الثوره وانشدها منشد يمني كان اسمها اغنيه الصمت، اسمها اغنيه الصمت من انتاج يمن شباب. من الفنان الذي كان يغنيها؟ هل هو بسام الجعفري يعني بدر اليمن، ولا هو خالد زاهر، ولا بشير المصباحي؟ اغني له يا شباب. يا اهل الوفا بالكفى. طبعا الالحان معروفه. صمت كفى يكفيكم صمت جفا. معروفه الاغنيه هذه يا سند. ايام 2011 ثوره 2011. والله يا اهل الوفا. خيارات كده بالضبط لو سمحت في ثاني يوم. هل من غنى أغنية الصمت، هل هو بدر اليمن ولا خالد زاهر ولا بشير المصباحي؟ يا سند انت سمعتها من قبل. قول يا اهل الوفا يكفي جفا صمت جفا يكفيكم بالطريقه هذه. كلمة مشهوره وعدناها ايام الثوره كثير على القناه، كانت موجهه لدول الخليج والدول المحيطه باليمن. طيب عشان الوقت بيمشي معنا يا سند، لو في إجابة في بالك الآن ممكن تختار عليها عشان نثبتها ونشوف إذا كان حظك فيها موفق ولا لا. بدر اليمن. ما من اللي قال لك بدر اليمن؟ من اللي جنبك؟ في حد يساعدك جنبك؟ ما في حد. طيب بدر اليمن وش اللي جابها للسانك؟ تحب نثبتها لك ولا نثبت خالد زاهر ولا نثبت بشير المصباحي؟ لحد الآن لم يختار الإجابة. من بشير المصباحي؟ أو خالد زاهر أو بس ولا خالد معك بدر اليمن ولا خالد زاهر ولا بشير المصباحي؟ من؟ الوقت. الوقت يا سند. أيوة بشير المصباحي. بشير المصباحي. اثبت اثبت يا سند. اثبت يا سند. اثبت اثبت اثبت. بدر اليمن، بشير المصباحي، خالد زاهر. يلا قول الكلمة الأخيرة وحنثبتها.
سند هيسحب الكمبيوتر يا سند. سند من؟ يلا بشير المصباحي. طيب اذا متاكد بشير المصباحي ثبت يا كنترول على بشير المصباحي. اذا اغنيه الصمت يا اهل الوفا كان مؤديها هل هو بشير المصباحي؟ وبانتظار الاجابه الصحيحه سألتنا منك يا سند. يا سند هي اغنيه لبدر اليمن فنان ثوري مشهور واشتهرت هذه الاغنيه وكثير من الاغاني الثوريه ابان الثوره وكنا نعرضها بكثره في قناه يمن شباب. عموما حظ اوفر يا سند ومعك الجائزه الاولى. حظ اوفر في مشاركات قادمه. يعني هو كان ثبت عليها وكان حظه ماشي كويس لكن رجع يعني لانه مش متاكد من اجابته فبشير المصباحي ثبت عليها فحظ اوفر هو ايضا جواب على احد الاسئله. بالمناسبه هي فرصه كمان يرجع يراجع الاغاني الثوريه ويراجع يمن شباب. اكيد ايوه يعني هي اغنيه مشهوره انطلقت كان بدر اليمن صوته جميل جدا يعني تمام وعملها ايضا كثير من عملها محاكاه للحن اغنيه عراقيه اصلا لحن في الاصل عراقي وهو غنى وغير كلماتها حتى الى الكلمات هذه كانت موجهه قلت لك الى دول الخليج ودول الطوق وللفئه الصامته داخليا ومثم الدول لان اسمها هي اساسا اغنيه الصمت. اللافت في الموضوع يا هشام انه كنا ننادي في 2011 ننادي دول الخليج والاقليم وننادي كل القوى ثوره سلميه واحنا دفعنا الثمن بصدور عاريه والدنيا بلاش تعالوا بس يعني قيموا الموقف عندنا بشكل صحيح وشوفوا مطالب الشعب هذا وقفوا معنا او حتى لا توقفوا ضدنا تمام. الموضوع كان لسه باقل الخسائر حتى انها لم تقصي احد يعني بالضبط. لا انا اقول حتى لما كنا نوجه حتى لدول الخليج كفاعل رئيسي في اليمن كفاعل رئيسي كنا نقول لهم انه موقفكم وعلي عبد الله صالح ويعني فهمهم الموضوع بسهوله فعلا قبل اي خسائر قبل الطيران وقبل خسائر المدنيين وقبل خسائر الارواح. الموضوع هذا صعب. علي عبد الله صالح يبني مملكه خاصه يبني جيش عائلي الوضع هذا خطا. نحن شباب نحلم بس بوطن ما عندنا مشاكل مع اي واحد احنا لا ننتمي الا الى اليمن. لكن الان استجابة جاءت متأخرة واتخذوا قرار خاطئ في ذاك الوقت الآن كلنا ندفع الثمن. هذه المشكلة أنه يكون في إدراك متأخر يعني الآن تطورت المشكلة وأصبحت مشكلة إقليمية يعني دول إقليمية تتدخل في اليمن أدواتها يمنيين يقتتلون بينهم البين بينما اللاعب الآخر بعيد جدا ولا يصله أي من هذا النار. لكن هو كمان يظل رصيد في تجربة الدول والأفراد والمجتمعات انه اي نظام حاكم عائلي مستبد دائما نهايته خراب على نفسه وعلى البلد فعلا لا يمتلك اي مبررات للبقاء ليس على البلد فقط انما حتى ايضا على المحيط على الدول المجاوره ايضا صحيح. كان الاولى انهم يدركوا المخاطر هذه لو تطورت المشكله كان تغيير سلمي ورئيس انتقالي موجود وانتخابات ودستور والدنيا ماشيه كويس. الرساله تصل للقوى الاقليميه بانه الشعب ثابت والحاكم متغير فعلا فكلما كان موقفكم اقرب الى موقف الشعب كان موقفك ثابت وانقى واوضح واستراتيجي على مدى اطول فعلا. ولكن الحاكم متغير ويتغير يعني عبد الله صالح اللي دعمته ايام 2011 الان هو من خانكم وجاب لكم ايران للحدود فعلا. ونتمنى السلامه للجميع ونتمنى ايضا السلامه لبلادنا ولكل البلدان وناخذ اتصال جديد معنا محفوظ من صنعاء. محفوظ مساء الخير. مساء النور. محفوظ عبد السلام من صنعاء اتصل علينا كيف احوالك؟ الحمد لله اللهم له الحمد والشكر. طيب كيف كان الصيام معك اليوم والعشاء؟ احنا مغتربين تعرف نظل نسال على العشاء لانه نعاني بصراحه. يعني اكل خفيف ومش زي الاكلات هذيك اللي الحمد لله تمام. الله يعني العصير العشاء تمام والحمد لله. الحمد لله على كل حال الحمد لله كنا في العمل وروحنا والحمد لله. الحمد لله كويس يا محفوظ انه انت من اللي بيشغلوا في رمضان ويستغلوا رمضان حقا يعني مش نوم وخمول وما فيش حاجه يسويها في رمضان فكويس. طيب نبدا معك بالسؤال الاول هو يتعلق بالمعلومات الرياضيه يا محفوظ مساعد معنا ان شاء الله يا محفوظ. طيب السؤال يقول يا محفوظ وهو في المعلومات الرياضية يقول المباراة التي لا تكون لها مناسبة إنما يلعبها الفريقان لرفع المستوى وكشف الأخطاء والاستعداد للاستحقاقات المهمة تسمى مباراة تكتيكية ولا مباراة استكشافية ولا ودية مباراة لا هي موجودة في دوري ولا موجودة في كأس مباراة عادية مباراة ايوه استعدادية ودية نعم مباراة ودية ثبت يا كنترول على ودية وإجابة صحيحة يا محفوظ. مبروك عليك يا محفوظ 10,000 ريال فعلا هي المباراة الودية
يقيمها الفريقان. في العادة تقام كثير مباريات الودية قبل البطولات الرئيسية، قبل الدوريات، قبل بطولات الكأس، عشان اكتشاف الأخطاء وقياس مدى فاعلية اللعاب واللعب وقواعد اللعب. إذن ألف مبروك يا محفوظ الجائزة الأولى في الرياضة. معاك الآن الجائزة الثانية، سؤال ثاني يحتاج له تركيز أكثر وفي الرياضة أيضا. السؤال يقول يا محفوظ، احنا شايفينك كذا شاب ورياضي ومتنعنش، ليش جبنا لك أسئلة كلها في الرياضة؟ حلو، لأنه الجسم السليم في العقل السليم مثل ما علمونا. السؤال يقول العلم الذي يحتوي على خمس دوائر مترابطة تمثل قارات العالم، هذا العلم هل هو علم لجنة الفيفا ولا اللجنة الأولمبية الدولية ولا رابطة ألعاب العالم الدولية؟ تذكروا في الذهن موجود خمس دوائر كذا متداخلة، هذا علم إيش؟ علم الفيفا ولا اللجنة الأولمبية الدولية ولا لجنة الألعاب الدولية، رابطة ألعاب العالم الدولية؟ طبعا في الدوائر اللي فيها دائرة السوداء. من الفيفا؟ ركز، مش كأس، خمس دوائر. الدائرة الأولى سوداء ترمز لأفريقيا، والدائرة الصفراء لآسيا، والدائرة الحمراء لأمريكا الجنوبية، والدائرة الخضراء لأوروبا. دوائر متداخلة يعني ضمت العالم أو قارة العالم كامل، والدائرة الزرقاء لدول أوقيانوسيا. ها يعني وضحتها لك بشكل أكبر. يا أخي والله يقول أن الفيفا الذي يحتوي على هذا، يعني أقول الفيفا الذي يحتوي على هذا. طيب تحب نثبت على الفيفا؟ اللجنة الأولمبية الدولية. يلا طيب آخر كلام، لجنة أولمبية دولية ولا فيفا؟ اللجنة الأولمبية الدولية. ثبتوا له يا شباب. يا شليت يا حطيت. إن شاء الله أنها إجابة صحيحة. صحيح، مش الفيفا، اللجنة الأولمبية. حيكون على شكل كرة صح ولا لا؟ كرة وكأس. كأس يعني عليها، لكن الأولمبية معروفة تقام تقريبا كل 4 سنوات. ما عنديش معلومة بالضبط، لكن أنا جبت لك معلومة في الألوان اللي بترمز للقارات. طيب هي أعم من الفيفا، الفيفا كرة القدم. أيوة، لكن هاي اللجنة الأولمبية في الألعاب القوى وكرة القدم وكثير من النشاطات الرياضية. عموما يا محفوظ الآن مبروك عليك الجائزة، وعندك السؤال يقول سؤال في الحضارة اليمنية في التاريخ اليمني. السؤال يقول يا محفوظ، الدولة اليمنية التي قامت على أنقاض مملكة سبأ لتنهي بقيامها كل الممالك المتفرقة في اليمن واستمرت حتى ظهور الإسلام، ما اسم هذه الدولة اليمنية؟ هل هي مملكة حمير أم مملكة معين أم مملكة أوسان؟ مملكة وحدت كل الممالك اليمنية وكان مش هدي لك معلومات أكثر. أعتقد أنها مملكة حمير. مملكة حمير متأكد؟ وهي كانت على إنقاض الممالك القديمة مثل سبأ وحضرموت وأوسان، كلها مملكة حمير. ماذا كانت تسمى؟ نعم متأكد 190%. كانت تسمى ماذا؟ مملكة كذا وكذا وكذا، دولة كذا وكذا وكذا. حمير سبأ ودريدان ويمنات. مملكة حمير هي مملكة عربية، فأقول لك قامت على إنقاذ جميع الممالك اللي هي مملكة سبأ ومملكة طيب. حضرموت ومملكة أوسان. خلاص احنا هنثبتها، بس أنت عندك معلومة من هو الموحد، من موحد هذه الممالك؟ ألف مبروك عليك يا محفوظ أولاً الجائزة وأخذتها، والمعلومة تكملها أنت وهشام، أنتم عارفينها. تعرف من اللي وحد الممالك اليمنية؟ والملك اليمني شمر يهرعش. شمر يهرعش معروف، شمر يهرعش، وهي فعلا كانت الدولة الحميرية التي قامت على انقاذ مملكة سبأ ووحدت. نعم. أيوة. شمر يهرعش بن يهنعم. أيوة. في الكتابات الحميرية القديمة. طيب مبروك لك 45,000 ريال يا محفوظ، فزت معنا اليوم في البرنامج، وايضا حظ اوفر للي ارسلوا كمان للبرنامج وللبرنامج ايضا وما كانش حظهم. طبعا يا أسامة احنا كنا حطينا امس في هذا الوقت تحديدا سؤال للمتابعين للقناة على الفيسبوك، على صفحة القناة على الفيسبوك. كان السؤال يقول مجلس البرلمان الروسي يسمى الكونغرس ولا الدوما او الكونغرس او الدوما او الكرملين؟
دخلوا ناس كثير طبعا. صحيح. والإجابة طبعا دخلوا ناس كثير على صفحتنا وكان في تفاعل ملحوظ، وبما أنه أول سؤال في 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 صفحة التواصل الاجتماعي صفحة قناة يمن شباب على الفيسبوك دخلوا ناس وجابوا إجابة صحيحة وجمعوا لايكات، وأكثر شخص حصل على اللايكات هو اللي فاز معانا واسمه يوسف القدسي. يوسف القدسي طلع الآن على صفحة القناة، طلع اسمه، ومبروك على يوسف القدسي جائزة. نعم. السؤال الأول في فقرة الفيسبوك، و30,000 ريال ليوسف القدسي، وحظ أوفر لبقية المتابعين. بالمناسبة الآن يوسف لا يحق له أن يشترك مجددا، أن يفوز مجددا، يحق له يشترك بس ما يفوز. فالآن المجال متاح لبقية المشتركين على صفحة القناة، قناة يمن شباب الفضائية. طبعا هذا كان أول يوم دشنا فيه هذه الفقرة أو هذه الوسيلة، لأنه الناس اللي بالفيسبوك في التواصل الاجتماعي بيقولوا الكهرباء عندنا طافية ومش قادرين كيف نفعل. الآن ممكن تدخل على النت في أي وقت طوال اليوم تدخل وتشارك فيه. طبعا السؤال هيستمر لنهاية رمضان، السؤال اللي مشاع عدى. الآن هنحط عليكم السؤال الثاني لحلقة بكرة إن شاء الله، ومن حيفوز ب30,000 ريال. نعم، السؤال ممكن ينزل الآن على صفحة القناة وممكن يطلع معنا الآن في القناة. سؤال فقرة الفيسبوك لجمهورنا الحبيب في صفح على صفحة قناة يمن شباب، قناة يمن شباب الفضائية. السؤال يقول، جيبونا سؤال الفيسبوك يا شباب. السؤال يقول، سؤال الفيس، في 20 رمضان سنة 80 هجرية، في 20 رمضان سنة 8 هجرية كانت غزوة حنين ولا فتح مكة ولا صلح الحديبية؟ وحظ وموفقين مشاهدينا متابعينا في التواصل الاجتماعي، من هيفوز ب30,000 ريال ومن هنقول باسمه إن شاء الله في هذا الوقت إنه هو الفائز معنا في هذا السؤال. إذا هشام ألف مبروك ليوسف القدسي الفائز معنا في سؤال في سؤال الحلقة السابقة، وألف مبروك لكل المتصلين اللي ربحوا معنا اليوم، وحظ أوفر لكل الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الحلقة إلى أن يحالفهم حظ في حلقات قادمة. السؤال في الصفحة، وسعيدين بقضاء هذه الحلقة معكم من قضى الوقت، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس الموعد 11 مساء. إذا مشاهدنا إلى اللقاء، نلتقيكم غدا الساعة 11. حبايب نفرحوا بالفوز. غنينا هلا والله بحلى شباب يشاركونا، يلا حبايب نفرحوا بالفوز يلا وفرحونا. معانا معلومة جوائز قيمة فكرة مفيدة، ويلا نقضيها سوا متعاكده.